سعيد هرجع لك تاني بقى. احنا شفنا امبارح تبديلات كتير جدا موفقه، وكان البعض بيتحدث كمان عن نقطه تانيه وتريزيجيه وكم الفرص الضايعه. تمام. وفي نقطه تانيه كمان عايزه اتكلم معاك فيها، فكره الاعداد البدني المختلف، مختلف يعني بالايجاب طبعا، اللي شفناه امبارح برضو اللعيبه بتلعب ما شاء الله لغايه اخر وقت، احنا مش متعودين على المشهد ده. صحيح. في البدايه هتكلم عن تريزيجيه. انا شايف ان يعني كان في مبالغه بل وتطرف في نقده، وارد جدا ان انت تضيع فرص حتى مهما اسهل من ضيعها تريزيجيه. بس انا عايز اقول ان تريزيجيه حساسيه المباريات عنده غايبه من فتره طويله جدا، الراجل بيسترجع نفسه. لكن انا عايز اقول انه قدر يخلق الموقف ده، يعني تريزيجيه تحركه تمركزه ثم الوان تو اللي عمله بسلاسه جدا، علشان في 2-3 يعني احنا في موقف مش سهل، كنا 2 مهاجمين على 3 مدافعين في الناحيه الشمال، ثم خلق من خلال هذا الموقف فرصه تهديف مؤكده وصل لهذه المنطقه. ده بيقول انه اشتغل بشكل كويس جدا، كونه لم يكن موفق الكره فتحت منه حاجه بسيطه فطلعت متطرفه، فكونه ما كانش مركز وما رفعش عينيه لو شاف. انا متاكد تماما تريزيجيه لاعب عنده انكار ذات طول الوقت جدا، تريزيجيه لاعب بتاع المجموعه، لو رفع عينيه بس او لو هو في الملعب من شويه يعني من بدري شويه قبل الكره دي، لو هو بيلعب بربع ساعه مثلا وعنده حساسيه الملعب كان رفع عينيه شاف صلاح كان هيمررها لصلاح. فانا بشوف ان الموقف ايجابي، ان تريزيجيه قادر يوصل قادر ينتج، ده شيء ايجابي، وبشوف ان تريزيجيه هيسجل في اللي جاي، وان هو بيسترجع نفسه شيء بعض الشيء، وان شاء الله قربت جدا ان احنا نشوف تريزيجيه النسخه الاصليه اللي طول السنين اللي فاتت كانت بتقدم لمنتخب مصر اشياء كثيره جدا. فيما يتعلق بالجانب البدني فعليا زي ما حضرتك ذكرتي كان واحد من اهم الاسباب ان احنا انتصرنا امبارح. يمكن خلال المباراه وانا بتفرج مع الناس كانت الناس بتقول هنقع مش هنقدر نكمل كده، احنا بدنيا الاعتبار كمان الجو صحيح وارضيه الملعب وطبيعه اللاعب الافريقي بيتمرس على هذه الاجواء اكتر مننا، هو متعود عليها اكتر مننا. لكن انا بشوف ان ده ليه علاقه بالاعداد قبل المباراه وليه علاقه بالاستراتيجيه اللي انت بدات بيها المباراه، بمعنى عدم اتجاهنا للضغط المبكر وان انت بتسعى لامتلاك الكره من بدري، ده ساعد في ان انت بتنظم امورك، بتنظم عمليه الضغط وعمليه الجهد البدني، وان انت مدرك ومقسم المباراه لجزئيات. كمان انا بشوف ان كانت نقطه التحول في هذا المسار بالتحديد حاجتين، تركيز عالي جدا 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 من المحورين محمد النني وعمرو السوليه اللي قدموا مباراه خياليه، الاثنين امبارح دول كانوا فعليا هم سر التحول الكبير في شكل الفريق والتزامهم الكامل بانهم بيقوموا بادوار مزدوجه ما بين هجوم ودفاع، والتزامهم بتقديم الدعم للناس على الاطراف. والحاجه الثانيه التغييرات الموفقه، لان في لحظه اصابه حمدي فتحي الكل قال مهند لاشين مركز بمركز والدنيا هتمشي، لكن كان في جراه كبيره مهند جدا. مهند كان بيسخن. ومهند كان طبيعي المنطقي لاعب يعني ما كانش يبقى في مغامره في التوقيت ده بان انت تطلع الارتكاز اللي بيقوم بالادوار الدفاعيه في التلت الاخير وان انت تدفع بزيزو، ده كان نقطه تحول حقيقيه، وكمان كانت رساله ان احنا طمعانين في المباراه ان احنا جايين نهاجم. فالتغيير ده ساهم بشكل كبير في ان احنا نحافظ على فرض سيطرتنا وتقدمنا، واضاف لينا في الجانب البدني كتير لان زيزو واحد من العناصر الملتزمه جدا جدا بالادوار التكتيكيه المرسومه ليها، وطوال الوقت ما بيكسلش لحظه، مهم قوي قوي اللاعب اللي ما بيكسلش ده. فاعتقد ان احنا كنا موفقين في الاعداد، كنا موفقين في اختيار الاستراتيجيه، كنا موفقين في التغييرات ايضا. عظيم جدا.